ايه خير؟ وانا كل اللي شفني عيط اكلني راجع من الحج. سالت قتلت يا سيد. انت بتقولي ايه؟ كده عرفوا حقيقتها عشان كده قتلوها المجرمين. اهدي وهدي اللعبه خالص. هديكي شفتي بعينيكي. اللعب مع الناس دول يخليكي تحطي عينيكي في وسط راسك. والا راسك هتطير. تفتكر سالم هو اللي قتلها؟ في حد تاني عنده مصلحه يعمل كده؟ سعيد. ايوه عم بشير. نعم سالم بيعرف انك جيت وطالب يشوفك على طول كده هشم نفسي. طب الاول تصدق عندك حق، هي الدنيا هتطير. اروح اقول له هيشم نفسه الاول. استنى استنى ما تبقاش حقن، انا جاي وراك. امرك يا باشا. مش لما توصل تيجي تدي تمام؟ معقول يا فندم يعني هجي لك بتراب السفر وعفره؟ انا قلت اخد دش واغير واجي لسعادتك على طول. عداك العيب يا ابو السيد، عرب ده شاب زي الفل، رجوله وشياكه واخلاق. مالك مش على بعضك ليه؟ لا ابدا يا باشا مفيش حاجه. يكونش خبر موت البت الصحفيه ده واجعك يا سيد؟ صحفيه ايه يا جماعه بس؟ انا قالوا لي سالي هي اللي اتقتلت. ايه حكايه السفاح اللي ماشي يقتل في نسوان القريه دي يا باشا؟ ما هي سالي دي تبقى الصحفيه اللي ماتت. ولا ما كنتش تعرف انها صحفيه؟ يا جماعه بس انا في برج من دماغي هيطير. صحفيه ازاي يا فندم وبتدرب البتاع ده اللي اسمه الاروبكس؟ عموما هي خدت جزاها. ما هو ده جزاء اللي يخون او حتى اللي يفكر انه يخون. معاكوا حق يا بهوات، دي العشره حتى ما تهونش غير على ابن الحرام، وكل واحد بياخد جزاءه. ما كانش في الدنيا يا باشا بيبقى في الاخره. ده انت مؤمن قوي هو يا سيد. طب روح انت ريح دلوقتي وجهز لي اليخت عشان مسافر بيه بكره الصبح. أوامرك يا باشا، على إذنكم. أنا ما كنتش عارف هنعمل إيه لو ما كنتش نبهتنا لحكاية البت المفعوصة دي. كان زمان سعادتك بعد الشر وكلنا متكلبشين في إيديك وقاعدين مع وائل الإبراشي. وهات يا تقطيع وهات يا مدخلات. حسونة. أهي حسونة. لا لا مش مشغول ولا حاجة. خير. كده؟ الله ابو العزة كان قال لك؟ اصل انا كنت قلت له فعلا. لا خلاص اذا كان كده يبقى فورا لان انا مسافر بكره الصبح. طيب طيب. طب معلش عن اذنك بقى لان معايا ويتي. طيب مستنيك. سلام. اهلا اهلا سكري باشا. زي ما عليك. والله كنت على بالي كنت هطلبك عشان حاجتين، اولا عشان اطمن عليك وثانيا عشان كده؟ وابو العز قال لك برضه؟ لا اذا كان كده خلاص تمام. خلاص مستنيك. مع السلامه. الاثنين جايين وجايبين فلوسهم معاهم كمان. يا بنت كريم يا رب. والله يا باشا انا عايز اسجد على الارض من كتر الفرحه. يا بركه دعاك يا اما يا ابو العز يا لعيب. لا ده انا كده اشهد لك انك انت لعيب ولعيب كبير قوي كمان. يا باشا انا كان فاضل لي سنه وداخل على الاحتراف بس المخدرات هي اللي خدتني. قصدك ظبطتك. بقول لك يا باشا طالما هم جايين اكن يعني انا كنت جاي لك جايب لك فلوس انا كمان عشان اطلعها بره، ولما عرفت انهم جايين بالصدفه هقعد استناهم يعني نتغدى مع بعض، ايه رايك؟ يا سلام. مش بقول لك لعيب يا باشا؟ ده انت اللعيب الكبير، انت الفيرست تيم كله اللي بيجيب اهداف، انما احنا كلنا بالنسبه لك ناشئين. ادخل يا مراد. تعال. ايه يا ابني مالك؟ وايه الورقه اللي في ايدك دي؟ حضرتك خبر مكافأة من سالي؟ غريبه يعني ما بعتتوش على الميل كالعاده. وحضرتك ده مش من سالي، ده عن سالي. قتلوها؟ يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب. ما انا قلت لحضرتك من الاول الناس دي خطر جدا وما ينفعش حد يلعب معاهم. حد من اهلها خد خبر؟ هو الخبر لسه وصل لنا حالا، الله اعلم البوليس بلغ اهلها ولا لا، بس هم اكيد كلموه. نزل نعي باسمها وصورتها على الصفحه الاولانيه مع الموقع الالكتروني كمان. ما تجيبش اي خبر عن الحادث، نعي بس يا مراد لحد اما نجيب للغلبانه دي حقها ونكشف القرف ده كله. هاني هات لي عنوان سالي درغام بالتفصيل دلوقتي.
روح انت مراد اعمل اللي قلت لك عليه. نعي بس. هاني احجز لي على اول طياره رايحه الغردقه. لو ما لقيتش حضروا لي عربيه. عايز ابقى في الغردقه النهارده. اتصرف يا هاني. بعدين بقى خايفه قوي يا سيد، مش قادره اصدق اللي عملوا المجرمين دول. اقعدي عيطي كده لحد ما يلاحظوا زعلك عليها ويعرفوا ان انتوا اصحاب ويتضاهروا عليكي. تفتكر ممكن يشكوا فيا فعلا؟ عموما احنا فيها، لو سالوكي قولي لهم ان انت قلبك رهيف ما بيستحملش، ودوري على اي حاجه في اوضتك ليها علاقه بسالي. حاجه زي ايه؟ اي حاجه، اي جورنال اللي كانت بتكتب فيه مثلا. لا لا مفيش حاجه. طب اغسلي وشك يلا وخليكي عادي، مش عايزين حد يلاحظ حاجه. حاضر. صباح يا سالي. ماتت ازاي؟ ماتت مقتولة. ايوه مقتولة ازاي يعني؟ بيقولوا لقوها مضروبة بالنار. يلا يا سيد سالم بيها هيتحرك. فين مدير القرية دي؟ فين؟ اوعى. فين سالم ده الجرحي؟ فين اي حد يرد عليا مسؤول هنا؟ بالراحة يا فندم، وطي صوتك من فضلك. الصوت الواطي يا حبيبي اللي عامل عاملة، اوعى. مين مسؤول هنا انت؟ ايه ده؟ في ايه؟ الاستاذ بيسأل على حضرتك يا فندم. بيسأل ولا بيتخانق؟ انا سامع صوت من وانا جاي من بره. انت بسنت بنت سالم الجرحي؟ نعم. انا موسى ابو طالب، رئيس تحرير الجورنالجي، الجريدة اللي كانت شغالة فيها المرحومة سالي درغام الصحفية. طيب ممكن حضرتك تهدى؟ قصدي حضرتك ان سالي كانت شغالة عندنا هنا في الاوتيل، اللي ماتت النهاردة الصبح كانت صحفية؟ اللي اتقتلت يا هانم مش ماتت. سالي كانت في مهمة رسمية للجريدة، ودمها ده مش هيروح حاضر. وأنا بقى جاي النهاردة عشان أحملكم كلكم المسؤولية، وأولهم أبوكي سالم الجرحي في مصر. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الزيطة دي كلها؟ يلا كل واحد فيكم يروح يشوف شغله. وأنت عايز تتكلم، تتكلم بصوت واطي وبأدب، ولا تخرج بره. لا أنت هتعلمني أنا إزاي أتكلم، ولا هوطي صوتي ولا أخرج بره يا سالم يا جرحي. وأعلى مفخلك اركبه. اطلبوا لي بوليس. أنا هعملك محضر تعدي على منشآت وموظفين القرية. لا إذا كان كده بقى يبقى تعدي بتعدي. اوعى واجيب حق الغلبانة اللي قتلتوها يا شك مجرمين. هحبسك يا سالم يا جرحي، هحبسك يا أولاد. اتفضلوا كل واحد يكمل اللي كان بيعمله. دادي اتفضل معايا على مكتب. ما تقليش عليا يا حبيبتي، أنا كويس. امشي. اسمعني كويس، أنا هشيل إيدي من على بوقك وهنتكلم بهدوء. مش هتندم. ممكن؟ أنا آسف. أنت راجل محترم. ما تضيعش نفسك مع العالم دي. ارجع مطرح ما جيت وكل شيء هيبان في أوانه. يعني إيه مش فاهم؟ يعني ما تضيعش دم المرحوم هدر. اللي أنت بتعمله ده لا هيودي ولا هيجيب. انت كل اللي يلزمك حق المرحومه، وحقها كده انت بتضيعه. النصيحه بلاش تجيب سيره لاي حد باللي حصل هنا. سيبهم زي ما هم لحد ما نعرف الحقيقه فين. انا عارف انك ما تعرفنيش عشان تثق فيا، بس والله احنا سكتنا واحده. الفرق بس ان انا اعرف ازاي ارجع حق سالة الله يرحمها. اتفضل يا استاذ. مع السلامه. مقابل الله.